طيب، منظومة الحيازة الإلكترونية كارت الفلاح يعني اللي أطلقتها وزارة الزراعة هي إحدى الوسائل الهامة لحماية الفلاح والعمل على دعمه. هذه المنظومة الرقمية هتسمح للدولة بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج وتحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية. توجه الدولة المصرية نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي أفاد قطاعات كتيرة جدا. طيب، إزاي المزارع استفاد من التحول الرقمي؟ وزارة الزراعة عندنا كارت الفلاح أو منظومة الحيازة الإلكترونية، هنتعرف عليها أكتر وإزاي قدر المزارع يعني يستفيد منها، وإزاي كمان قدرنا إن احنا نقضي على الفساد اللي كان بيضر الدولة وبيضر كمان المزارع والفلاح المصري. معنا دكتور محمد يوسف، مسؤول كارت الفلاح بوزارة الزراعة. صباح الخير. طبعا نور يا فندم، اه صباح حضرتك وبالقناة الإلكترونيوز المحترمة والسادة المستمعين ومشاهدين القناة. كارت الفلاح للمزارعين أهميته إيه؟ وإزاي استفاد القطاع الزراعي حتى الآن من التكنولوجيا والتحول الرقمي اللي إحنا بنشهده في قطاعات مختلف قطاعات الدولة المصرية؟ احنا مبدئيا يعني ما عملناش جديد، وكل الموضوع ان الاوراق والدفاتر والحاجات اللي هي ورقيه حولناها لاجهزه ممكنه، يعني الدفاتر والسجلات حولناها التابلت، البطاقه الورقيه حولناها لكارت مزارع، والحمد لله رب العالمين حولنا الكارت مجرد ما احنا اشتغلنا اول سنه حولناه من كارت فلاح عادي لكارت فلاح وميزه معاه، يعني هبقى الكارت فيه كارت الفلاح وكارت ميزه اثنين مع بعض. فكده يعني بمعنى انه حطينا ميزه على كارت الفلاح، يعني فتحنا حساب بنكي للمزارعين في البنك الزراعي المصري. المزارع والفلاح المصري كان ما دائما بيشتكي من السوق السوداء. طب الكارت الفلاح ازاي قدر ان هو يقضي فعلا على السوق السوداء في بيع بقى الاسمده والتقاوي والبذور كمان؟ هو دلوقتي كل ما ينزل على التابلت من حصر زراعي بيسمع في الكارت لهذا المزارع، فما فيش حد بياخد حاجته، كل مزارع بيستلم حصته عن طريق الكارت بتاعه، فهنا ما فيش اي تسرب ولا اي دخول على السوق السوداء، وكل واحد حقه في الكارت، ومحدش يقدر ياخد شكاره من الفلاح الا عن طريق الكارت اللي معاه في حافظه. المحافظات يا فندم اللي تم تطبيق فيها يعني كارت الفلاح حتى الان اعداد المستفيدين، كمان احنا بقى لنا فتره بنستخدم كارت الفلاح، حتى الان اعداد المستفيدين او المستهدفين يعني من هذه المنظومه، نسب الاقبال ونسب التسجيل لحد دلوقتي؟ احنا الحمد لله تخطينا 99% من تسجيل على المنظومه، وكل كل محافظات الجمهوريه تم نشر اجهزه التابلت والمكن في وتدريب العمال الموظفين والزراعيين وعلى اعلى المستويات، والحمد لله رب العالمين الدنيا يعني كويسه، والاعداد احنا طبعا 3 مليون كارت ومستهدفين نطبع 3 مليون في الفتره القادمه ان شاء الله. عدد الكروت الموزعه حتى الان على الفلاحين حضرتك قلت لي 3 مليون؟ 3 مليون اللي احنا تم طبيعتهم، احنا حاليا وزعنا حوالي 1 مليون و400 الف. طيب
استجابه بقى المزارع المصري الاصيل اللي يعني اللي احنا كده زي ما بنقول كده بناكل من ايده ومن خيره، لاي مدى يعني مستجيب للتكنولوجيا والتحول الرقمي؟ لاي مدى بقى في وعي كمان عند المزارع المصري باستخدام كارت الفلاح او الاستفاده من هذه المنظومه؟ المزارع اولا واخيرا يعني سعيد جدا بهذه المنظومه لانها حافظت على حقوقه. الحاجه الثانيه احنا مش محتاجين من المزارع انه يبقى يعني يستوعب هذه التكنولوجيا او يهتم ان هو يتعرف عليها او يشتغل بيها، لان احنا نفس النظام بتاعنا هو نفس النظام بتاع الكارت بتاع العيش. كل مطلوب منه انه يخلي باله من الكارت بتاعه يحافظ عليه، لما يروح الجمعيه يقف على الكارت بتاعه ويدخل الرقم السري فقط، ولما المكنه بتطلع اثنين شيتين ورقتين هو بياخد ورقه يحتفظ بيها وما يسيبش الكارت بتاعه. لكن احنا الحمد لله دربنا اكثر من 8000 موظف عندنا على مستوى الجمهوريه تدريب عالي، فمش محتاجين ان هو يعني ايه يشغل باله. كل الموضوع مطلوب منه يحافظ على الكارت بتاعه ما يدوش لحد. لما المكنه تطلع الورق يحتفظ ورقه منهم معاه والموظف بورقه. طب دكتور محمد، يعني في كمان خدمه بتقدم من خلال كارت الفلاح متعلقه بدفع فواتير الغاز والكهرباء. ما احنا اشرنا في الموضوع ان احنا الحمد لله رب العالمين ضفنا ميزه لكارت الفلاح، وكده فتحنا حساب بنكي للمزارع وعن طريق هذا الميزه. فميزه يعني ايه كارت الفلاح وحده بيشتغل، وفيه نفس الكارت فيه ميزه بيشتغل زي ما احنا عارفين الميزه بيدفع كل معاملات ميزه اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي دفع الفواتير ودفع الكهرباء ودفع اي مستلزمات. وبرضه مستهدفين في القريب العاجل ان شاء الله ربط الكارتين ببعض، يعني ربط الكارت الفلاح مع الميزه اللي هم في نفس الكارت مع بعض، بحيث ان هو لما يروح ياخد سماد يسمع من الكارت الفلاح البيان بتاع السماد ويخصم له الفلوس اللي هي مقابل الاسمده. صحيح. او مثلا توريد قمح هيبقى عنده فدان حصر قمح ورد الفدان ده فيرجع له فلوسه من الايه من التوريد على الكارت. لما يروح كمان ياخد مثلا قرض بدل ما يطلع بفلوس لا يدخل بالكارت ويطلع بالكارت، الفلوس هتتضاف في الحساب بتاع ميزه اللي تم انشاؤه لهذا المزارع. دكتور محمد يوسف مسؤول كارت الفلاح بوزاره الزراعه، شكرا ليك يا فندم.